اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج مطبخ فريدة فوزي. اهلا بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال. قبل اي شيء بحب اشكر قناة الصحة والجمال على الدعوة اللي وجهتها لنا من امريكا لمصر، وبجد بشكرهم جدا على كل اللي انتم شايفينه ده من ديكور، بشكرهم جدا على كل التجهيزات، على كل حاجة عملوها، بجد بشكرهم على الدعوة بتاعتهم. وهنبدأ معانا، هنعمل النهاردة اكيد اكلات كتير قوي بتحبوها، وهعمل لكم مجموعه اكلات النهارده مره واحده مش اكله واحده. هنبدا مع بعض وهنشوف هنبدا نعمل ايه معانا. معانا النهارده هنعمل اكتر من اكله، يعني بصوا من الاخر بقى هنعمل اكله بجد لما بتتعمل في البيت كله ويكون مستنيها. هنعمل معانا اول حاجه مكرونه بشاميل، صينيه المكرونه البشاميل بجد لازم تتعمل بكل تكاتها، تمام. وهنعمل كمان الملوخيه، الملوخيه زي ما بيقولوا تكون صح، والطشه بتاعتها طبعا اهم حاجه، الملوخيه يعني طشه. ومعانا كمان هنعمل فراخ بانيه بطريقه سهله وبسيطه جدا، لا هنحط بيض ولا هنعمل اي حاجه. هنبدا معاكم بالاكل بتاعنا، وان شاء الله تشوفوا الطريقه وتعجبكم وتطبقوها معانا. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، خليكم معانا. نبدا مع بعض. اول حاجه هنعملها معانا، نبدا يا شيف كريم ناخد الطاسه عشان نبدا البصل معانا. هنبدا نحمر البصل طبعا قبل اي حاجه. معانا هنا المقادير بتاعتنا عباره عن مقادير المكرونه قبل اي شيء. معانا هنا مكرونه، تمام، مكرونه مسلوقه. معانا جبنه موتزاريلا هتحطوها على الوش لو حابين، ومعانا طبعا اللحمه والبصل، تمام، بهارات. هنبدا مع بعض، ناخد بس الجلوفز. نبدا يا شيف كريم قبل اي حاجه، لحظه نلبس الجلوفز. قبل اي حاجه حابه اعرفكم بالشيف كريم، مساعد بتاعي ودراعي اليمين، وبجد حد جميل جدا، عارف كل الكالوري في كل اكله عباره عن ايه. بنرحب بيه معانا. مساء الخير يا شيف كريم. هنبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه معانا. طبعا مكونات المكرونه البشاميل، انا سلقت لكم المكرونه عشان ما ناخدش فيها وقت واحنا على الهوا، تمام. هنبدا اول حاجه نعملها طاسه فاضيه، وهنبدا على النار نحط الزيت بتاعنا قبل اي حاجه. ممكن نستخدم زيت وممكن نستخدم سمنه على فكره، عادي جدا، على ده بيبقى حسب الرغبه. هنبدا نحط شويه زيت، مش كتير لان اوريدي اللحمه المفرومه بيكون فيها شويه نسبه من الدهون. هنبدا ناخد المعلقه الاسباتيولا الصفراء، ونبدا ننزل بالبصله بتاعتنا. ركزوا معانا بقى عشان كل تكه من ديت هتفرق معاكم جامد جدا. طبعا زي ما قلت لكم مش هنزود الزيت او السمنه كتير لان اللحمه بتاعتنا هتكون فيها نسبه من الدهون او نسبه من الدهن اللي بيكون في اللحمه المفرومه زي ما انتم عارفين. بنبدا نحمر البصله بتاعتنا، طبعا يا دوب بس قبل ما لونها يتغير بس تصفر معانا. وبنكون مجهزين معانا طبعا اللحمه، تمام يا جماعه. عايزه اقول لكم ان بجد مبسوطه جدا جدا بالقناه هنا، مبسوطه بجد بالحلقه اللي انا بصورها ديت، وفرحانه بيكم متابعين قناه الصحه والجمال. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته، تابعوا الحلقه معانا متابعين مطبخ فريده فوزي. انا معاكم اهو خطوه بخطوه، اكيد انتوا عارفين كل تكات الاكل بتاعتي، بس النهارده هنعمل لكم حلقه مختلفه جدا جدا. طبعا اول ما لون البصله بتاعتنا يتغير، احنا ما بنستناش عليها لما تصفر او تحمر، لا احنا لونها بس بيغير معانا، وبنبدا ان احنا نحط اللحمه بتاعتنا عليها. وزي ما قلت لكم انا سلقه المكرونه عشان ما ناخدش وقت معانا. طبعا هنعمل معاكم الاكل واحده واحده، اكله اكله واحده واحده، هنتعذب واحده واحده، هنتعذب واحده واحده على راي الشيف كريم. يا جماعه معانا اتصال من الناس اللي بيحبوا قناه الصحه والجمال، اكيد متابعين قناه الصحه والجمال. معانا رانيا، نقول الو يا رانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ ازيك يا رانيا، عامله ايه؟ حضرتك نورتي كلك ذوق وشياكه. حبيبه قلبي والله، انت اللي جميله ومنوره الصحه والجمال ومنوره فريده فوزي. الله يخليكي، انا اول مره ادخل حلقه على الهوا. يا قلبي نورتينا والله، وعجبني وجودك حبيبه قلبي، نورتينا نورتينا.
انا جربت كل وصفاتك بصراحه، معظم وصفاتك، وجربت برضو البقلاوه التركي جميله جدا. يا حبيبه قلبي والله، بصي مش عارف اقول لك ايه، والله نورتيني بالاتصال ده واسعدتيني وفرحتيني حبيبه قلبي بجد. قناتك جميله وبصراحه انا بستفيد منها جدا. تسلميلي، تسلميلي يا قمر، تسلميلي يا رانيا بجد، ربنا يخليكي وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. حبيبتي يا رانيا، تابعي معانا المكرونه البشاميل النهارده وتابعي الملوخيه عشان اكيد هتطبقيها، ما عملتها لكوش على القناه، هنعملها لاول مره على الصحه والجمال باذن الله، هعملها النهارده اكيد يا رانيا اكيد. كل اكلك ما شاء الله جميل وكله نظافه وترتيب. حبيبتي يا رانيا بجد نورتيني، مبسوطه جدا بمكالمتك. الله يخليكي، قناتك بجد قناه فريده فوزي على اليوتيوب بصراحه انا ما بستغناش عنها ابدا. قلبي بجد بجد انا بحبكم كلكم جدا جدا بجد، مبسوطه جدا النهارده ان انا معاكم. ومصر نورت بيكي يا حبيبتي. حبيبتي شكرا، شكرا يا رانيا، نورتينا يا رانيا، شكرا ليكي كتير. تابعي معانا الحلقه يا حبيبتي، نكمل معاكم يا جماعه بقى، نشوف اللي احنا بنعمله. تمام، انا عايزه بس اخليكم تكونوا شايفين كل حاجه. دي الشوربه اللي هنعمل بيها الملوخيه يا جماعه. تمام، احنا معانا هنا حطينا اللحمه، بنبدا نعصجها مع البصل زي ما انتم شايفين. تمام، وبنبدا ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا اللي هي هتكون حاجات بسيطه قوي من كل حاجه. اتفضل يا شيف كريم. هنبدا ننزل ببهاراتنا، طبعا البهارات بتحب الابداع، ما ينفعش اقول لكم حطوا ايه وما تحطوش ايه، ناولني البهارات يا شيف كريم من فضلك. ناخد الملح معانا كمان، البهارات بقى بقدونس، كزبره، شطه، ابدعوا في اللي انتوا عايزين تحطوه، والملح طبعا حسب الرغبه. عايزه اقول لكم مبسوطه جدا بالاتصال اللي جالنا من رانيا بجد، طبقي يا رانيا الملوخيه معانا وهتعجبك جدا. نحط كمان شويه فلفل اسود، زي ما انتوا شايفين كده اللحمه بتبدا لونها يتغير، اول ما لونها بيتغير بنبدا ان احنا نسيبها 5 دقايق بس على النار. لو حابين تزودوها اي حاجه ممكن تحطوا لها حاجه بسيطه جدا، معلقه شوربه، وممكن تسيبوها زي ما هي كده هتكون حلوه جدا برده. تمام، ممكن نحط عليها طماطميه متقطعه او فلفل او اي حاجه انتوا حابين تضيفوها. نبدا ناخد الغطا بقى بتاعنا يا شيف كريم، اتفضل. الخطوه اللي بعد كده طبعا هنبدا بقى ناخد السيرفيس بتاعنا او الصينيه اللي هنعمل فيها المكرونه بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم المكرونه مسلوقه جاهزه عشان الوقت بتاعنا ما نطولش عليكم. نبدا ناخد السيرفيس بتاعنا، اتفضل. اول حاجه بنعملها احنا ما بندهنش الصينيه اي حاجه خالص في المكرونه، احنا بس بنحط طبقات المكرونه بتاعتنا، بتكون اللحمه معانا خلصت، طبعا بتدخل الفرن بتكمل تسويه معانا، نأمن عليها بس كده. زي ما انتم شايفين لونها طبعا يجنن. ومعانا تليفون، معانا صباح، اتفضلي يا صباح. ازي حضرتك يا مدام فريد؟ حبيبتي يا صبوحه، ازيك يا قمر؟ منوره التلفزيون يا قلبي، انت منوراني والله يا صبوحه. واحلى صينيه مكرونه بشاميل من ايديكي طبعا حبيبه قلبي. يا جماعه صباح من بجد من الناس المتابعين للقناه، حلوه جدا جدا جدا، بحبها قوي، كل الوصفات بتطبقها فعلا والله. وحضرتك فعلا بتعملي وصفات تحفه، ونفسي تعملي لنا البقلاوه اللي حضرتك كنت عاملاها. قلبي يا صبوحه قلبي، هعملها لكم هنا على الصحه والجمال ان شاء الله. وتعملي لنا الاكله العراقيه اللي هي باللحمه المفرومه والبطاطس والحاجات الحلوه دي. حبيبتي حبيبتي هعملها لكم هنا كمان للمره الثانيه على الصحه والجمال برضو. وحضرتك دايما والله العظيم متالقه ومن نجاح لنجاح يا رب دايما. حبيبه قلبي يا صبوحه، حبيبه قلبي، بحبك والله. وانا والله العظيم بحبك قوي حبيبتي، تسلمي لي، نورتيني، نورني اتصالك والله. شكرا لحضرتك، وفعلا مدام فريده الواحد بيتعلم منها حاجات كتير قوي قوي قوي. تسلميلي، تسلميلي يا قمر، تسلميلي يا حبيبتي. يا رب يخليكي يا مدام فريده. شكرا لاتصالك. هنا يا جماعه بقى نشوف اللحمه بتاعتنا، بجد شايفين المنظر؟ بجد حاجه حلوه قوي، ولا توم بقى ولا اي حاجه. اللي عايز يعمل اضافه بسيطه ممكن نحط طماطميه صغيره جدا او نحط قرن فلفل كمان صغير جدا. تمام، هنبدا بقى ان احنا خدنا هنا طبقه المكرونه بتاعتنا، اتفضل دي يا شيف كريم. طبقه المكرونه بتاعتنا دي اول طبقه بنحطها، بعد كده بنحط فوقيها على طول اللحمه مباشر. شوف احنا ما خدناش اي وقت، هنحط اللحمه، هنحط عليها المكرونه مره ثانيه من فوق، وهنعمل البشاميل معانا، ما خدناش فيها دقائق في صينيه مكرونه بشاميل. تمام، احنا عندنا هنا اللحمه بتاعتنا خلصت، هنبدا نحطها بقى على، ناخد الاسباتيولا مره ثانيه،
ونشيل ده. تمام، نبدا يا جماعه بقى نحط اللحمه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، نوزعها على الصينيه بتاعتنا. شايفين ما فيهاش اي دهون ولا اي حاجه، لان احنا ما حطينالهاش حاجه يعني بجد تعملها تخلي فيها نسبه دهون عاليه. اتفضل يا شيف كريم. نبدا نوزعها بقى عشان تدينا منظر حلو، تبقى من الجناب منظرها حلو كده. طبعا ريحه اللحمه حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان المكرونه البشاميل ديت يعني اكله بجد كل الناس في مصر بتحبها جدا، كل الناس مش في مصر بس، كل الناس بتحبها. هنبدا نحط الطبقه الثانيه من المكرونه زي ما انتم شايفين كده، ونوزعها طبعا كويس جدا عشان ما نخليهاش طبقه المكرونه تكون عاليه كتير، فتكون يعني عشان نعمل مساحه للبشاميل لما نحطه. وهوريكم البشاميل طبعا اغلب البنات عندنا بيعملوه جاهز، بيجيبوه جاهز ويعملوه، هوريه لكم بطريقه سهله جدا كمان. نحاول نعبي الفراغات بس مش نخليها طبقه عاليه، نعبي بس الفراغات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا شيف كريم الاكله ديت فيها كالوري بالعبيط. لا لا مش كتير، لا هو بس يمكن شويه الزيت الصغيرين اللي اتحطوا دول، يمكن شويه الزيت. والمكرونه، والمكرونه كرب يعني كرب مفيد، المكرونه كرب. طيب ناخد بقى حله معانا كمان عشان نعمل البشاميل. هنخلي ديت على جنب، نبدا نعمل البشاميل بتاعنا. تمام، هنطفي النار هنا. اوكي، هناخد بقى يا جماعه هنعمل الخطوه اللي بعد كده اللي هي بتبقى اخر حاجه في صينيه البشاميل، هنعمل البشاميل بتاعنا، وده اهم حاجه واهم تكه في البشاميل. زي ما قلنا لكم ان الاكل تكات وكل اكله ليها تكه، هي دي التكه بتاعه الاكله بتاعتنا. ناخد بقى المعلقه الخشب دي، نبدا ننزل بالسمنه بتاعتنا. تمام، طبعا السمنه على حسب كميه الدقيقه اللي هنحطها، لكل معلقه دقيق هنحط معلقه سمنه. تمام، ودي بتبقى مهمه جدا الخطوه دي. معانا اتصال يا جماعه، معانا اتصال. هبه، الو يا هبه. ازيك يا فريده؟ اهلا بيكي يا هبه. ازيك حبيبتي؟ قلبي قلبي يا هبه، تسلمي لي يا قمر، تسلمي لي. حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، انت منوره الشاشه ومنوره مصر كلها والله يا فريده. حبيبتي يا هبه تسلمي لي، يا رب نورتيني ونورتي الصحه والجمال. تسلمي يا حبيبتي، وطبعا انا شهادتي فيكي مجروحه لان انت شيف قدير جدا جدا جدا. قناه فريده فوزي على اليوتيوب يعني قناه منوره ومعروفه، والحمد لله كله بيجرب وصفاتك وزي الفل الحمد لله. حبيبه قلبي يا هبه، حبيبه قلبي بجد والله، مبسوطه جدا باتصالك ده بجد، نورتيني. مش عارفه اقول لك ايه على كلامك الجميل ده. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يحسن ما بين ايديكي ودايما كده تبقى منورانا. حبيبتي يا هبه انت اللي نورتيني والله النهارده باتصالك الجميل ده، مبسوطه جدا انك كلمتيني. تسلمي لي يا حبيبتي، السلام عليكم. عليكم السلام، تابعي معانا الحلقه يا هبه. شكرا يا هبه لاتصالك. طبعا يا جماعه بنبدا بقى، حطينا هنا السمنه زي ما قلت لكم، حطوا لكل معلقه دقيق معلقه سمنه، لكل معلقه من الدقيق نحط معلقه من السمنه. طبعا احنا كده خلاص خربنا الدنيا كالوري. كانت نقطه زيت الاول، دلوقتي حطينا سمنه ودقيق. لا بس السمنه مفيده يعني، السمنه مفيده يمكن اكتر من الزيت كمان. السمنه مفيده طبعا، وخصوصا لما تكون السمنه حيواني مش نباتي. صح صحيح. تمام يا جماعه، الشيف كريم النهارده بجد منورني جدا، انا مبسوطه جدا ان هو مشاركني في الحلقه ديت، وبرده معلوماته حلوه جدا في الدايت والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده بنحمر الدقيق بتاعنا، مش كتير، مش بنحمره كتير. طبعا بنكون جاهزين باللبن بتاعنا، بيكون مغلي جاهز. تمام، بنكون مجهزينه، كميه الحليب على قد ما الدقيق هيبدا يمسك معانا ويلم معانا. ناخد المضرب. طبعا التكه بتاعتنا في البشاميل ان احنا لازم نقلبه كويس جدا عشان ما يكلكعش مننا زي ما بيحصل مع اغلب البنات الحلوين. نبدا ناخد اتصال، ناخد اتصال لوفاء. وفاء معانا، اتفضلي يا وفاء. الو، السلام عليكم. وفاء ازيك يا حبيبتي؟ وفاء من الكويت، منوره الدنيا كلها يا مدام فريده. حبيبه قلبي يا وفاء، تسلميلي يا رب، تسلميلي. احلى
احلى وصفات والله، مطبخ فريده فوزي. والله انتوا احلى متابعين في الدنيا كلها بجد، اللي مستايبني في اي حته، لا هنا ولا في مصر ولا بره مصر، بجد بجد انا فرحانه بيكم جدا النهارده. والله منوره الدنيا وتسلم ايدك على كل الوصفات. حبيبه قلبي يا وفاء، حبيبتي تسلمي لي، احلى متابعين. عجبني قوي المنسف الاردني. المنسف والبقلاوه، المنسف موجود على القناه، موجود تمام، والبقلاوه واضح ان في اقبال شديد على البقلاوه، لازم نعملها هنا يا جماعه. والممبار والاكلات كلها جميله. حبيبه قلبي يا وفاء، حبيبتي تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. تسلمي يا رب، منوره الدنيا. قلبي قلبي تسلمي لي، متشكره جدا لاتصالك يا وفاء، وتابعي الحلقه معانا. شكرا يا وفاء. نبدا نحط الملح يا جماعه وهي لسه سايله كده معانا. طبعا انا مهديه النار عشان بناخد اتصالات. كل اللي بنحطه على البشاميل هو ملح بس، زي ما انتم شايفين حطينا اللبن بكميه قليله مش كتير لحد ما نشوف هتاخد معانا قد ايه، وبعد كده بنبدا نزود. تمام. طبعا احنا هنا علينا النار شويه. تمام، لازم نوزن ايدينا ونبدا نحدد كميه الحليب اللي بنحطها بناء على السمك بتاعها لما هتوصل للسمك اللي احنا عايزينه. طبعا البشاميل ما بيكونش تقيل ابدا، بنخليه شويه سايل لانه اوريدي لما بيقعد بيتماسك يعني بيمسك نفسه، فنبدا نخليه سايل شويه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي هتتقل معانا كمان عشان ما تكلكعش مننا، نهدي النار شويه عشان ما تبقاش عاليه فتبدا تكلكع من قبل ما نلحق نعملها بالمضرب زي ما انتوا شايفين. ومعنا اتصال من ملكة. مليكة، عود الاتصال يا مليكة. زي ما انتوا شايفين اهو يا جماعة، هي كده بدأت تتقل معانا اهو، مش هنزود تاني لبن معانا لانها بدأت تتقل، مش عايزينها تكون اتقل من كده. شايفين ازاي سمكها؟ انا عايزه اوريها لكم بس بالمعلقه، ناخد المعلقه الخشب تاني. شايفين ازاي بيكون سمكها يا جماعه؟ ما بتكونش تقيله، بتكون شويه خفيفه زي ما انتم شايفين لانها اوريدي هتمسك نفسها لما بنحطها في الفرن. اتفضل يا شيف كريم. كده احنا خلاص خلصنا. اول ما يبدا يغلي معانا البشاميل من غير ما يكلكع زي ما انتم شايفين كده، يعني البشاميل خلص معانا. كده احنا جاهزين نحطه على وش الصينيه بتاعتنا. اتفضل. احنا كده جاهزين. الاول بس نعمل ايه؟ ناخد البشاميل بتاعنا. تمام، الحليب هنا خلصناه يا شيف كريم، مش محتاجينه. ملكة، مليكة، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ قلبي يا مليكة، ملكة البيت، حبيبة قلبي. منورة اليوتيوب دلوقتي، حبيبة قلبي، التلفزيون، احلى متابعين. تسلمي لي يا قمر، تسلمي لي، احلى متابعين. ملكة حبيبتي يا فريده، والله منوره الدنيا ووصفاتك مجننانه. انتوا اللي منورينا، انتوا اللي منورينا والله، ومنورين الصحه والجمال. حبيبتي انتي منوره مصر ومنوره الصحه والجمال ومنوره كل حته. حبيبه قلبي يا مليكه، حبيبه قلبي، ملكه، ملكه البيت حبيبتي. تسلمي لي، تبهرينا يا قلبي. والله العظيم لسه الانبهار جاي على الصحه والجمال، لسه هتشوفوا اكتر. احنا طول ما احنا معاكي هنشوف اكتر وهنتعلم اكتر. حبيبه قلبي يا ملكه، حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. تابعي الحلقه يا ملكه عشان فيها حاجات حلوه كتير. ظهورك عندنا كده في قناه الصحه والجمال في مصر حاجه يعني مبسطانه جدا. والله انتوا اللي تواصلكم معايا دوت بيبسطني جدا جدا جدا، انا مبسوطه بيكوا قد الدنيا كلها. والله يا فريده مش عارفه احنا فرحانين ازاي ان انت ظهرتي في القناه كده، وعايزينك دايما معانا. حبيبه قلبي انا معاكم، انا معاكم، هروح منكم فين ولا هتروحوا مني فين، معايا في كل حته، هنا في مصر، بره مصر، جوه مصر، في كل حته. ربنا يخليكي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها يا رب، وعلى طول بتبهرينا بوصفاتك واحنا بنتعلم منك حقيقي. حبيبه قلبي يا ملكه، حبيبه قلبي، شكرا لاتصالك، وتابعي معايا الحلقه وشوفي هنعمل فيها ايه تاني. شكرا يا ملكه لاتصالك. هنبدا نحط البشاميل بتاعنا، طبعا نبدا نحطه بالطريقه اللي تعجبنا ولكن نوزعه زي ما انتم شايفين بيبقى سايل. شايفين منظره ازاي؟ بيكون سايل معانا، ما يكونش تقيل عشان نقدر نفرده ونوزعه على كل الصينيه بتاعتنا. شايفين المنظر ده؟ احنا كده بنوزعه بقى براحتنا بعد ما بننزل بيه. ناخد منديل يا شيف كريم.
تمام. نبدا بقى نوزع البشاميل بتاعنا زي ما قلت لكم، ودي برضو خطوه مهمه قوي. طبعا اللي بنحطه على وش الصينيه ممكن نحط اي جبنه متوفره في البيت هتديها اللون اللي احنا عايزينه وهتبقى حلوه جدا. وعبال ما نفرد البشاميل ناخد اتصال من رشا ونقول الو. الو يا استاذه فريده. الو يا رشا، احلى متابعين القناه قلبي. يا رشا حبيبه قلبي يا رشا، قلبي مصر نورت يا استاذه فريده. حبيبه قلبي تسلمي لي، عارفه ان انا بحبك يا رشا صح؟ حبيبه قلبي يا استاذه فريده منوره والله العظيم. قلبي يا رشا قلبي تسلمي لي. عجبني لحضرتك قوي والله العظيم كل الوصفات وبالذات مرقه المجي عجبتني جدا. حبيبتي يا رشا حبيبتي والله انا بحبك وانت عارفه. حبيبة قلبي يا استاذة فريدة، المرأة بجد صحية وجميلة جدا جدا، يا ريت حضرتك والله تعمليها وتعرفيها للناس، جميلة جدا. المرأة مش أجمل منك يا رشا تسلمي لي حبيبتي. حبيبة قلبي يا استاذة فريدة وكل الحلويات وشرق وغرق وغربي، يعني بجد والله العظيم أحلى قناة وأحلى وصفات. تسلمي لي حبيبة قلبي، تسلمي لي رشا حبيبة قلبي. تسلمي لي وشكرا لاتصالك بجد. حبيبتي يا رشا شكرا لاتصالك. تابعي معانا الحلقه، احنا هنا حطينا البشاميل يا جماعه، الصينيه بتاعتنا بدات ان هي يكتمل شكلها زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم. بنبدا بعد كده اخر خطوه بنحط عليها الجبنه بتاعتنا، تمام. الجبنه دي بقى بتكون اختياري، اي نوع جبنه عندكم بتبداوا تحطوه على الوش علشان تتحمر بس تاخد اللون مش اكتر، تمام. وطبعا بتديها طعم لطيف حلوه جدا. الجبنه الموتزاريلا في ناس كتير بيحبوها في اي حاجه، فطبعا دي هتبقى فرصة ان انتوا تحطوا الجبنة ديت على المكرونة. بجد بشكركم جدا على متابعتكم الحلوة دي، احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناة الصحة والجمال ومتابعين مطبخ فريدة فوزي. حبيبي تسلمولي يا رب على تواصلكم دوت، ولسه استنوا مننا كتير. طبعا احنا كده خلصنا، كده الصينية معانا خلصت، بنبدأ ان احنا ندخلها الفرن ونشوف الاكلة اللي بعدها هتكون عبارة عن ايه. طبعا الفرن بيكون درجة حرارة متوسطة وبنحطها على الرف اللي في النص. شايفين المنظر؟ حاجة كده وهم، نستنى لما تطلع ونشوف شكلها ايه. بجد حاجة وهم جدا جدا، هنشوفها لما تطلع هيكون شكلها ايه. مش هتطول معانا، ما بتكملش وقت كتير خالص، من 10 دقايق لربع ساعة بتكون خلصت، لان كل مكوناتها مستوية، مجرد كله بياخد الطعم مع بعضه جوه الفرن والوش يتحمر. بنبدا بعد كده، احنا خلصنا هنا كده الاكله بتاعتنا، نبدا ناخد بقى الاكله اللي بعدها اللي هنعملها النهارده. احنا عايزين ده كده فاضي. اوكي تمام. ايه تاني؟ ناخد اتصال معانا عقبال ما نحضر للاكله اللي بعدها. نقول الو. الو. الو مساء الخير حبيبه قلبي. مساء الفل، اهلا بيكي. ازيك يا قلب قلبي؟ حبيبتي تسلمي لي وروحي. حبيبتي اخبارك ايه؟ وحشاني وحشاني وحشاني. عامله ايه؟ دي اموله. انا اموله حبيبتي تسلمي لي. حبيبتي يا اموله وحشتيني جدا، اخبارك ايه؟ والله يا حبيبتي انت اللي وحشتيني اكتر والله، متشكره جدا لاتصالك يا امل. تسلمي لي يا قمر، تسلمي لي يا امل حبيبتي. انا مبسوطه جدا ان انا شفتك، ايه الجمال ده؟ انا مبسوطه اكتر والله ان انتوا كلكم معايا النهارده مشرفيني في الصحه والجمال. تسلم ايدك، صينيه المكرونه روعه. مش هجيب لك حته منها يا عموله زي كل مره. اوكي انا منتظره والله. دايما عموله يا جماعه بتحب تاخد حته من اي اكل بعمله، مع ان هي في بلد وانا في بلد، بس دايما متابعه معايا وبتحب دايما تبقى عايزه تدوق. انت روح قلبي، روح قلبي، وتسلم ايدك اموله حبيبتي. اموله نورتيني والله، نورتيني ومبسوطه جدا باتصالك. تابعي معايا الحلقه يا امل عشان نشوف الاكله اللي بعدها. يا روح قلبي تسلمي، بحفظ الله، مع السلامه حبيبتي يا امل. تابعي معانا. مع السلامه يا قلبي. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه نورتينا. هنعمل بقى يا جماعه الاكله اللي بعدها على طول، وهي الفراخ البانيه، بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا ومش هتاخد معانا اي وقت خالص، تمام. الفراخ البانيه بنقعد نعمل خلطه ونبشر بصل ونعمل حاجات كتير، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، لا بيض ولا اي حاجه. احنا معانا هنا الفراخ البانيه طبعا مغسوله ومتنظفه كويس جدا زي ما انتم شايفين. طبعا السمك بتاعها زي ما انتم عايزين، رفيع تخين، ده بقى بيرجع لكم انتم، تمام. اول حاجه بنعملها، انا باخد هنا، ناخد معلقه معانا ونبدا نحط المكونات بتاعتنا. اول حاجه انا معايا هنا اللي هحطه عباره عن بس توم ومايونيز، مش هحط اي حاجه غير كده، مايونيز وتوم. حابين تحطوا بقى فلفل اسود وملح كمان هيكون جميل جدا،
ناخد معلقه معانا ونبدا ننزل بالمكونات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين احنا هننزل بمعلقتين كبار من المايونيز، تمام زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا كمان ناخد معلقه من الثوم. الثوم طبعا دوت انا دقاه معاه فلفل اخضر ومعاه شويه بهارات، تمام ممكن تحطوه من غير فلفل اخضر، بيديله ريحه حلوه قوي قوي، الفلفل جميل جدا معاه. نبدا نحط كمان شويه من الملح زي ما انتم شايفين كده، وناخد اتصال معانا عقبال ما نجهز الخلطه. اتفضلي ناديه. الو، حاولي الاتصال تاني يا ناديه. كده حطينا البهار. الو، مساء الخير يا ناديه. مساء النور، ازي حضرتك يا مدام فريده؟ حبيبتي اتفضلي اتفضلي، نورتيني. إيه؟ والله بخير الحمد لله يا حبيبه قلبي. انت اللي منوره مصر والله. حبيبتي تسلميلي تسلميلي يا رب تسلميلي. حبيبه قلبي انا فرحانه قوي والله، انا ما شفت حضرتك مش على قناه الاسره والجمال بس، الصحه والجمال في مصر كلها، والله نورتي مصر كلها. حبيبه قلبي يا ناديه بجد متشكره جدا ليكي، بجد مش عارفه اقول لك ايه. شيف كريم يقلب لنا دي. حبيبه قلبي يا ناديه تسلميلي يا رب. البسبوسه الدايبه. البسبوسه روعه روعه. حبيبتي حبيبتي يا ناديه، عينيا الاثنين، هعمل لكم احلى بسبوسه. حبيبتي كل وصفاتك ما شاء الله عليها، انا متابعه حضرتك على قناه اليوتيوب ما شاء الله. تسلميلي تسلميلي حبيبه قلبي، مش عارفه اقول لك ايه والله، هعمل لك كل اللي انت عايزاه في القناه هنا. تسلميلي، شكرا لاتصالك يا ناديه. نبدا الشيف كريم بيقلب معانا الفراخ البانيه. تمام، احنا معانا هنا بعد ما بنحطها في الخلطه اللي قلت لكم عليها، معانا طبعا اهم حاجه في البانيه بتكون عباره عن البقسماط زي ما انتم شايفين. تمام، بقسماط ده خطوه مهمه جدا، ما بنحطش قبلها ولا بعدها، اهم حاجه نضغطها كويس في البقسماط بتاعنا من غير بيض ومن غير اي حاجه خالص. تمام، بنكون طبعا مجهزين الزيت على النار، نقلب احنا ديت، والشيف كريم يجهز لنا الطاسه بتاعتنا عشان نبدا نحط الزيت يسخن معانا على النار. تمام، نبدا نقلبها كويس. طبعا حطوا كميه المايونيز والثوم والبهارات بتاعتكم من غير بصل من غير اي حاجه، هتبقى حلوه جدا. كميه المايونيز بتكون على قد كميه الفراخ. نبدا ناخد بقى الطاسه بتاعتنا يا شيف كريم، ومعانا هنا كل المكونات اللي هنستخدمها تاني بعد كده، مش اكتر من الزيت على النار والبقسماط زي ما قلت لكم. الخطوه اللي بعدها على طول بنبدا ناخد الفراخ بتاعتنا ونحطها في البقسماط ونضغطها كويس زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده بنغلفها كلها بالبقسماط. طبعا هنا النار معانا ولعه وعاليه، ونبدا ناخد الطاسه الزيت، الزيت يا شيف كريم، نبدا ننزل بالزيت بتاعنا. الشيف كريم يفضي لي الزيت هنا، اتفضل حط لنا الزيت يسخن. بنبدا يا جماعه نضغط زي ما قلت لكم الفراخ في الخلطه زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نجهزها. تمام جميل جدا. يا جماعة البانيه لو جربتوه بالطريقة دي بجد هتحبوه جدا، سهل وبسيط زي ما انتم شايفين. احنا كل حاجة معاكم لايف على الهوا زي ما انتم شايفين، ما خدتش دقايق، يعني ما نقعدش نكسل بقى ونقول هنطبخ ايه النهاردة هنعمل ايه النهاردة، الموضوع ما بياخدش دقايق معانا اهو زي ما انتم شايفين. عملنا صينية المكرونة وبنعمل اهو معاكم الفراخ البانيه. ومعانا اتصال محمد، نقول الو. الو، السلام عليكم، منوره الدنيا يا مدام فريده. عليكم السلام استاذ محمد، نورتني. منوره الدنيا، انا من متابعين حضرتك والله، وكل اكلك وحركاتك وتكاتك جميله يا مدام فريده والله. استاذ محمد تسلم لي تسلم لي، اكيد اكيد. وبالتوفيق ان شاء الله، من تقدم لتقدم. تسلم لي يا استاذ محمد، تابع معانا الحلقه وتابع معانا الصحه والجمال، هننزل لكم عليها اكلات كتير جدا ان شاء الله. متشكره لاتصالك يا فندم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احنا كده بنجهز الفراخ البانيه نحطها في الزيت بس، لا هتلاقوا بقى بيض ولا اي حاجه تضايقكم في الاكل. زي ما انتم شايفين كده احنا كده المكرونه في الفرن زي ما قلت لكم،
ومعانا اتصال منا. اتفضلي يا منا، نبص على المكرونه. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الجمال؟ احنا بس ايه، عايزين نطفي بقى الفرن لان الصينيه زي ما انتم شايفين كده خلصت، ونبدا نشيلها عشان نخرجها من الفرن. اتفضلي يا منى، انا معاكي. اتفضلي. ازيك يا مدام فريده؟ ازاي حضرتك؟ حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، منوره الدنيا كلها والله العظيم. تسلميلي يا منى، تسلميلي. شايفه المنظر الحلو قوي ده يا منى؟ بقولك بس انا فرحانه جدا ان انا شايفاكي كده في التلفزيون، مش قادره اقول لك انا مبسوطه ليكي ازاي. منى حبيبه قلبي، تسلميلي، نورتيني يا قمر. ربنا يخليكي يا مدام فريده، ودايما كده يا رب منورانا كده ودايما معانا كده واحنا في ظهرك يا مدام فريده. انا والله فرحانه بيكوا جدا جدا بجد. ربنا يخليك يا مدام فريده ويوفقك يا رب. شكرا ليكم جميعا وشكرا لاتصالك يا منى. البقلاوه الحلوه بتاعتك تعمليها لنا على الصحه والجمال. لا واضح ان في اجماع على البقلاوه، انا لازم اعمل لكم الحلقه ديت قريب جدا. لازم تعمليها لنا، لازم. لا ده كده لازم نعملها لكم، واضح ان في اجماع على البقلاوه، لازم نعملها ضروري. مدام فريده شكرا لاتصالك يا منى. نبدا نطلع الصينيه بتاعتنا من الفرن، تمام، ونبدا بقى نشوف النهارده هنقلي البانيه بتاعنا اللي عملناه من غير اي حاجه زي ما قلت لكم. هنبدا نحطه بقى في الزيت، يكون الزيت طبعا سخن بس ما يكونش بيغلي، عشان مش اول ما نحطه ياخد لون على طول فيبدا ان هو يعني يتقرمش او يتحمر من قبل ما يستوي من جوه. طبعا يا جماعه انا هحط لكم البانيه نحمره ونشوفه، وزي ما انتم شايفين صينيه المكرونه. استنوني بعد الفاصل، هنطلع الصينيه ونحمر البانيه. استنوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين المكرونه البشاميل بعد ما طلعت معانا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد يا بنات ما خدتش معانا دقايق، ما نكسلش نعمل الاكله بالطريقه دي، سهله جدا وحلوه جدا، جربوها ومش هتندموا. زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا معانا، وهنبدا نعمل الفراخ البانيه زي ما قلت لكم، سهله جدا وبسيطه اهي. هنبدا ننزل بيها في الزيت زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين كده. طبعا نخلي بالنا من الزيت جدا عشان ما نتلسعش ونقول اتلسعنا واحنا بنعمل البانيه والكلام ده كله، ولا يا شيف كريم؟ ناخد معانا معلقه وشوكه. اتفضل بقى يا شيف كريم، كمل لنا انت بقى باقي البانيه في البقسماط، ونبدا احنا طبعا مجهزين حاجه نطلع عليها البقسماط تمتص معانا الزيت بسرعه. زي ما انتم شايفين كده نبدا نقلب البانيه بتاعنا، سهل جدا وبسيط وما خدش معانا اي وقت هو كمان. يعني بجد لو حطيتوا الخلطه اللي قلت لكم عليها دي وجربتوها مش هياخد معاكم وقت اطلاقا. خليكم معانا وهتروحوا في اي حته. متابعينا، متابعين قناه الصحه والجمال على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، خليكم معانا وهتروحوا في اي حته. لسه الاكله اللي جايه هي اخطر اكله في الحلقه دي، استنوها وهتروحوا في اي حته. اوعوا يغركم الفراخ البانيه، استنوا الملوخيه لسه جايه. الملوخيه اللي بننزل نروح لها مطاعم كبيره بجد عشان ندوقها بالطعم الحلو ده، هنعملها معانا النهارده زيها زي المطاعم بالظبط واحنا في البيت، قصدي في الصحه والجمال. خليكم معانا. شيف كريم بيعمل معانا اهو الفراخ، بيحط لنا بقيه الفراخ في الخلطه زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هنا هنطلع الفراخ البانيه بتاعتنا، نحط المكرونه على جنب شويه. طبعا عروسه الليله دي هي الملوخيه، بس استنوا شويه. نبدا نخلص البانيه بتاعنا، شايفين؟ ولا بيض بقى يعمل لنا رغاوي في الزيت ويضايقنا ولا اي حاجه، حاجه بسيطه جدا وبجد هتديكوا طعم حلو قوي، سواء اتاكلت مع المكرونه البشاميل او في سندوتشات او ايا كان، هتديكوا طعم رائع جدا جدا جدا. طبعا لونها الذهبي الحلو ده بيكون على حسب الرغبه، ده يرجع لكم انتوا. نبدا نحط بقى باقي البانيه. شايفين يا جماعه منظر المكرونه عامل ازاي؟
بجد حاجة كده تفتح النفس. منظر البانيه بقى اللون الذهبي هو أحلى ما فيه، هو اللي بجد بيفتح النفس للأكل وبيخلي العين تاكل قبل ما تدقوه. زي ما انتوا شايفين احنا نبدأ نعلي النار بقى شوية، أهم حاجة وإحنا بنحط البانيه ما تكونش النار عالية عشان لونه ما يتلسعش مننا قبل ما يستوي من جوه. زي ما انتوا شايفين كده فراخ البانيه دي يا شيف كريم طبعا عشان بتتقلي في الزيت وبقسماط والكلام ده كله، مش صحية قوي بس حلوة احنا بنحبها يعني. شوية نفسنا برضه. أكيد أكيد. أنت أصلا من عشاق الفراخ البانيه. أنا من عشاق الأكل أصلا، مش الفراخ البانيه بس. ومعانا اتصال مدام إيفون من القاهرة، ناخد اتصال معانا نقول ألو. ألو. أهلا يا مدام إيفون. أيوة مدام فريدة. أوعى يكون إيفون اللي في بالي، أوعى يكون إيفون. أيوة أيوة. هي إيفون اللي في بالي. ايوه هي اللي في بالك. بجد نورتيني حبيبتي يا ايفون. ربنا يخليكي وحشتيني. طبعا انت عارفه اني بعشق اسمك يا ايفون. انا عارفه صدقني عشان كده دخلت وكلمتك. حبيبه قلبي تسلميلي يا رب تسلميلي، فرحانه بيكي جدا انك كلمتيني. وانا فرحانه جدا ان التليفون جمل معايا. دايما تليفونك بيفصل. لا لا ما فصلش، انا اصل انا بقالي فتره طويله الرقم مشغول. اه معلش في اتصال معانا، وانا بجد عندي اكلات كتير فحابه ان انا اطلعها لكم كلها، ففي اتصالات كتير بجد انا مبسوطه بيكم جدا وباتصالاتكم ديت فرحانه بيكم جدا. عشان انت نورتي القاهره كلها. انت نورتي الصحه والجمال كلها يا ايفون. حبيبه قلبي ما تحرمش منك يا مدام فريده. يا جماعه ايفون دي حبيبتي بجد وانا بحب اسمها جدا جدا جدا، وهي عارفه كده كويس قوي وورايا في كل حته برضو زي ما انتم شايفين. ربنا يخليكي حبيبه قلبي والله، وانا كمان بموت فيك وبحبك جدا. قلبي يا ايفون تسلميلي. تابعي معانا الحلقه يا ايفون، هنعمل باقي الاكلات حلوه قوي. تابعي معانا اوعي تروحي في اي حته. شكرا لاتصالك يا ايفون، بجد انا بحب الاسم ده جدا. زي ما انتم شايفين كده بدات الفراخ البانيه بتاعتنا تاخد اللون الحلو الجميل الذهبي ده اللي احنا عايزينه. بنبدا بعد كده ان احنا نطلعها زي ما قلت لكم، بنكون مجهزين مناديل تمتص منها الزيت. شايفين لونها جميل جدا ازاي؟ بجد حاجه كده خيال. نبدا نطلعها بقى، حلوه جدا اللون الطعم الريحه، ولا بقى بيض ولا اي حاجه، ولا عملنا بصل وعيطنا وعينينا دمعت وقلنا لا مش هعمل عشان البصل، حاجه بسيطه وسهله جدا اهي. وفي ناس ساعات بتحس ان البيض زفر برضه. ومعانا اتصال، اتصال من اسيوط. الاتصال شكله اتقطع، حاول الاتصال تاني. قلت ايه يا شيف كريم؟ في ناس ساعات بتحس ان البيض زفر، يعني في ناس عندها مشكله مع البيض. اه زفاره البيض. لا ولا زفاره بيض ولا اي حاجه، احنا عملناه من غير اي بيض اصلا زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اي بيض ولا اي حاجه. تمام، عبال ما نحمر الفراخ البانيه بتاعتنا هنبدا على طول نجهز، عبال ما الشيف كريم يكمل الكميه معانا. الفراخ البانيه بتتحمر، هنبدا نجهز للملوخيه بتاعتنا، وبجد اللي هتشوفوها النهارده بطريقه هتبهركم بجد، ما شفتوهاش قبل كده غير في المطاعم الكبيره زي ما انتم عارفين. استنونا اوعوا تروحوا في اي حته، هنطلع فاصل وهنرجع لكم دقيقه واحده، اوعوا تمشوا. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل معاكم بقيه حلقتنا النهارده، واهم اكله هنعملها معانا النهارده هنكمل الفراخ البانيه وهي بتتقلي كده. هنبدا نشوف هنعمل معاكم ايه النهارده. طبعا الملوخيه بتاعتنا انتوا عارفين الملوخيه تبقى حلوه قوي 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 على شوربه الفراخ او الدجاج. احنا معانا هنا الملوخيه الشوربه بتاعتنا جاهزه، وفيها طبعا كل البهارات اللي احنا عايزينها، الملح اللي احنا عايزينه، ونكون ظابطينه على كيفنا زي ما احنا عايزين. هنبدا الملوخيه طبعا مغسوله متقطفه متخرطه مغسوله كويس جدا، هنبدا ننزل بيها في الشوربه بتاعتنا اللي بتكون سخنه وعلى النار جاهزه، وبنبدا ننزل بالملوخيه بتاعتنا. طبعا واحده واحده بننزل بالملوخيه
ونبدا نقلبها كويس جدا عشان تتفكك معانا، ما تبقاش مكلكعه زي ما بيحصل مع اغلب البنات. نبدا نقلبها ونشوف هتحتاج تاني معانا ولا لا، على حسب كميه الشوربه نحط كميه الملوخيه اللي معانا. طبعا الملوخيه ما بتحبش تبقى خفيفه خالص، في ناس بيحبوا الملوخيه خفيفه جدا على فكره، بس هي لو خفيفه بتبقى مش لطيفه ابدا، نحاول نخليها شويه يعني متوسطه، بلاش ندقلها كتير بس نخليها وسط، خفيفه ما بتبقاش لطيفه خالص. نبدا نقلب الملوخيه بتاعتنا وما نخليش فيها اي حاجه مكلكعه. الشيف كريم هيتابع معانا الفراخ البانيه زي ما انتم شايفين. طبعا نقدر نقلبها عشان ما يبقاش فيها اي حاجه مكلكعه بالمعلقه او بالشوكه او بالمضرب كمان، هيسهل علينا كتير. اول ما تبدا هتدخل في الغليان، بلاش تغلي خالص، هتبدا تدخل في الغليان نشيلها على طول من على النار. طبعا نبدا نظبط الملوخيه الاول، تقيله ولا خفيفه معانا، محتاجه نحط لها كمان شويه ملوخيه ولا لا. هي كده كويسه جدا تمام زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجه ما يكونش فيها اي حاجه مكلكعه معانا. حابين تقلبوها بقى بالمضرب عادي جدا، المضرب اللي انا اقصده اللي هو ده، نبدا نقلبها بيه شويه مفيش اي مشكله. للبنات اللي مش هيعرفوا يفكوها لو هي فيها اي حاجه مكلكعه هيسهل عليكم كتير تمام. طبعا احنا قلبناها خلاص، هي مش محتاجه ده كله. واهم خطوه بقى بنعملها بعد ما الملوخيه ديت هتبدا انها تغلي، اهم خطوه بنعملها خطوه الطشه بتاعه الملوخيه، من غير ما نصوت ولا نعيط ولا نشهق ولا نعمل اي حاجه، هنعمل الخلطه بتاعه طشة الملوخية. هنبدأ نحط الطاسة على النار، طبعا هنا عندنا الملوخية اوريدي جاهزة اهي وخلصت. هنبدأ ناخد الطاسة بتاعتنا على النار ونحط فيها السمنة. على فكرة الملوخية لو حطيتوا قطعة من اللية سيحتوها وحطيتوا عليها السمنة او الزيت اللي هتحطوا عليه التوم برضه هتديكوا نتيجة حلوة قوي. طبعا الطاسة بتاعتنا على النار، بنبدأ اول حاجة نعملها بننزل بالتوم بتاعنا، وبرضه التوم انا حاطة عليه برضه فلفل اخضر مدقوق معاه او مطحون معاه زي ما انتم عارفين. نبدا نقلب بس الفراخ البانيه تمام. احنا كده هنا دي جاهزه معانا، هنبدا بقى نركنها معانا على جنب. اتفضل يا شيف كريم، هنحطها هنا تمام. كده الملوخيه جاهزه وسخنه معانا، نبدا بقى نخلص على طول طشه الثوم بتاعتنا. هناخد السمنه طبعا زي ما قلت لكم، ممكن نحط ليه، ممكن جدا نحط ليه، الملوخية بتحب اللية، السمنة، أي مادة دهنية بتبقى في الخلطة بتاعتها في الطشة بتاعتها بتبقى حلوة جدا. وعلى فكرة في ناس كتير بيحبوا يحطوا معلقة من التوم في الشوربة وهي بتغلي، دي كمان بتديها ريحة قوية للتوم. أنا هنا حاطة فلفل أخضر كمان مع التوم، والتوم ده عملته لكم في حلقة وقلت لكم إزاي تخزنوه سواء بفلفل أخضر أو فلفل أحمر تمام. أهم حاجة بقى في الموضوع واللي كلنا بنحطها بكمية قليلة جدا وهي دي سر الخلطة اللي أنتوا بتحبوها تمام، هي الكزبره. في الحلقه ديت هي الكزبره، الكزبره الناشفه اهم حاجه في الملوخيه يا جماعه. نبدا بس نطلع الفراخ البانيه بتاعتنا الاول، وبعد كده يكون التوم بتاعنا بدا يسخن عشان اقول لكم هنعمل فيه ايه. ناخد بقيه الفراخ بتاعتنا، ناخد معانا الكزبره يا شيف كريم تمام. يلا اهم حاجه بقى معانا هي الكزبره، ما تقلقوش منها خالص، لازم نحط كزبره كتير ما تقلقوش. هنحط معلقتين من الكزبره، الكميه اللي عملناها ديت كيلو من الملوخيه تمام. هنحط معلقتين من الكزبره وما تقلقوش منها جدا، زي ما قلت لكم ريحه الملوخيه هي الكزبره وطعم الملوخيه هي الكزبره زي ما انتم شايفين كده. نبدا نقلبها، طبعا انتوا عارفين ريحه الملوخيه لما بتقلب الدنيا. كميه السمنه ما تقلقوش منها، كميه الثوم ما تقلقوش منها، دي حسب الرغبه كمان. الكزبره بقى ادوها كزبره على قد ما تقدروا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين المنظر، شايفين المنظر الحلو الجميل قوي ده، بجد منظر روعه روعه روعه. وريحه بقى، ريحه طبعا. الملوخيه بتاعتنا جاهزه، هنخلص الثوم يتحمر
ونبدا ننزل بيه على طول. وزي ما قلت لكم ما تقلقوش، اي سمنه بتحطوها زياده في الملوخيه بتديها طعم احلى، ما تقلقوش. اي كزبره بتحطوها زياده بتدي طعم كمان حلو، فما تقلقوش جدا من اي حاجه. نبدا نشيل دي بقى يا شيف كريم، ناخد معلقه السمنه اللي هناك دي، تمام، نبدا ننزل بيها مع معلقه الكزبره، تمام، ناخد ده كمان خلاص. نبدا ناخد الملوخيه بتاعتنا، هي جاهزه زي ما انتم شايفين، هنجهز الملوخيه بتاعتنا جنبنا، تمام. نبدا بس نحمر الثوم كويس، لان الثوم لازم يكون لونه ذهبي، قبل كده ما ينفعش، مش هتبقى ملوخيه، لازم يكون الثوم لونه ذهبي معانا زي ما انتم شايفين كده، بيبدا اللون يتغير. طبعا ما يغركوش اللون لان احنا حاطين كزبره، والكزبره اوريدي لونها اصفر او لونها ذهبي. هنستنى لما الثوم نفسه ياخد اللون الذهبي الجميل ده. الملوخيه بتاعتنا جاهزه اهي، وهنبدا ننزل بالملوخيه على طول على الثوم بتاعنا زي ما انتم شايفين. بجد شايفين المنظر، يا سلام، والريحه كمان، يا سلام، والريحه، الريحة، والريحه بجد الدوافر. حاجه كده خيال. شايفين بقى احنا هنا عملنا ايه؟ شايفين كمية التوم بتاعتنا والكزبرة. أهم حاجة ما بننزلش بالتوم على الملوخية، هننزل بالملوخية على التوم زي ما انتوا شايفين كده، ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا جماعة المنظر ده؟ يا سلام، يا سلام، ايه الحلاوة دي؟ يعني بجد ايه الجمال ده؟ انا والله ما عارفة اقول ايه لنفسي، بجد برافو يا شيف فريدة بجد. هنبدأ بقى ناخد البانيه بتاعنا هنا كده، ونبدا نوريكوا الملوخيه بتاعتنا. شايفين المنظر ده؟ شايفين الحلاوه دي؟ بجد يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. ادي الملوخيه، هنبدا بقى نعمل اللي بنشوفه في المطعم. شايفين المنظر ده؟ حاجه كده خيال، يعني بجد ما فيهاش ولا كلمه، مش هتلاقوها في اي مطعم تاني. نبدا بقى نعمل ايه؟ ننزل بيها تاني في الحله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. كده خلصنا احنا الطاسه دي، نبدا بقى نقلبها، وبكده بتكون خلصت معانا الملوخيه بتاعتنا. احنا هنا خلصنا كمان ده، تمام. احنا كده خلصنا معاكم التلات اكلات بتاعتنا. هبدا ان انا اوريكم الاكلات اللي عملناها النهارده، تمام. هنبدا ان احنا، اتفضل معانا يا شيف كريم كده، معانا كمان الفراخ البنين، طلعها عشان هي كمان خلصت معانا، تمام. طبعا نبدا نشيلها من على المناديل بتاعتنا. عايزين معلقه او شوكه تانية؟ مش مشكله، خلاص كده زي ما انتم شايفين. نبدا بقى ان احنا الملوخيه بتاعتنا بنحطها في طبق، بنحطها في حاجه نفضي الملوخيه فيها، او اطباق صغيره او ايا كان. هنبدأ بقى ناخد هنا، عايزين هنا ده يا شيف كريم معانا هنا. طبعا اول ما خلصنا بقى، خلصنا المكرونة البشاميل وخلصنا الفراخ البانيه زي ما انتم شايفين، الملوخية معانا، هنبدأ نحطها في طبق. حلقتنا النهاردة طبعا جامدة جدا، مش عايزة اقول لكم، الملوخية، الفراخ البانيه، بجد حاجات كلها ليها ريحة بجد حلوة قوي قوي قوي. نبدأ بقى ناخد الملوخية بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. شايفين المنظر ده؟ ادي الملوخيه، اتفضل معانا يا شيف كريم. شايفين يا جماعه؟ شايفين المنظر الحلو قوي ده؟ بجد حاجه كده وهم، وريحه تحفه تحفه بجد. زي ما انتم شايفين عملنا المكرونه البشاميل بطريقه سهله جدا وبسيطه، وشكلها اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده. الفراخ البانيه كمان عملناها زي ما انتم شايفين بطريقه سهله وبسيطه برده، ما حطيناش عليها اي حاجه. الملوخيه زي ما انتم شايفين ريحه وطعم والتقل بتاعها بجد حاجه حلوه قوي قوي قوي. زي ما انتم شايفين النهارده عملنا معاكم التلات اكلات اللي انتم شايفينهم دول. انبسطت جدا وانا معاكم في قناه الصحه والجمال، وبجد بشكرهم للمره الثانيه على الدعوه الجميله قوي اللي قدموها لي، على كل اللي انتم شايفينه ده، بجد بشكرهم. وتابعونا طبعا على قناه الصحه والجمال، هنطلع اخر حاجه معانا بقى من البانيه عشان اوريكم الشكل النهائي بتاعنا. طبعا واحنا بنقدم هنشيل المناديل بتاعتنا، ونبدا نحط التقديم من غير المناديل. ناخد طبق تاني
ناخد بقى نبدأ ننقل البانيه بتاعنا زي ما انتوا شايفين. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الملوخية، الفراخ البانيه، المكرونة البشاميل. ما خدناش دقايق في الاكل وعملناه وخلصناه بمنتهى البساطة. خلصنا كده معانا الاكلة زي ما انتوا شايفين. انا بجد بشكركم جدا جدا على متابعتكم ليا وللقناة، وبشكر قناة الصحة والجمال، وبجد بجد انا مبسوطة بكل الاتصالات اللي جات لي النهاردة. وتابعونا وخليكم معانا على قناة الصحة والجمال، وتابعونا في مطبخ الشيف فريدة فوزي. متشكرة لكم جدا، متشكرة لحضوركم للحلقة بتاعتنا. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.